عندها مرض نادر جدا اسمه كيفدوس. هي الثالثة في العالم الحالة متاعها، 9 سنين بيت ما نرقدش في الليل، تنحي وجهها تبدا تحك من راسها لساقيها. من اللي عمرها 20 يوم وانا من السبيطار للسبيطار، ما تعرفش انا حالة جاية وجاية نزل السبيطار. في اي وقت يبدا معاش تخدم هبط 65%، فوسفوريا زادت، صار لها نزيف مرتين، ما نحبش فيها في لحظة بنتي تمشي فيها. صدقني تعبت ما عادش عندي جهد، حسوا بي وحسوا بالوجع اللي توجع فيه. مدام رفيقة، أنت أم آية المليتي. آية المليتي للأسف عندها التهاب الكبد. وعمرها 10 سنين، وآية توا تتطلب زرع كبد. أي أحكي لي شوية. آية عندها مرض نادر جدا اسمه كيفدوس. هي الثالثة في العالم الحالة متاعها. هذي عندها عروق في الكبدة تخلقوا ما مسكرين. تشوه خلقي. تشوى هذاك مرض لها الكبدة، 10 سنين وانا نعدي لها في منجي سليم، قاعدة نتابع فيها كل من 2020 المرض تطور. الكبدة ما عادش تخدم، هبطت حتى 65%، كانت 100% هبطت 65%. وعملت انا التحاليل وصافا لاباس، متناسقة انا وهي، وانا باش نعطي لبنتي الكبدة، خاطر البر تكلف 500 مليون، هوني في تونس 70 مليون تبع السبيطار. فهمت؟ أنا باش نعطيها، أنا توا ظروفي قاسية على الآخر، ودوايا غالي برشا، نمشي للمستوصف يقولوا لي ما عندناش دواء، نمشي نشري بالفلوس، تحاليلها غالية بالفلوس، غالية برشا، خاطر نعمل في السبيطار ونعمل برا بالفلوس، ديما نرقد في السبيطار، عندي كمبيالات في منجي سليم، الحق حالتي تعبت. باهي مدام، أنت قلت لي باش تعطيها أنت الكبدة نتاعك. ولزمني مصاريف. مش لكري دار غادي، انا على حسب الطب ما حكيوا لي، قالوا لي راك تسحقي برشا مصاريف، قيمه 70 مليون فهمت؟ قيمه 70 مليون وانت باش تعطي الكبده لبنتك؟ تحاليل ومصاريف وبعد العمليه وباش نكري دار غادي، فهمت كيف تتكلف؟ فمش حاجه ما تكلفش، انت كي تعمل تحاليل صغير يقول لك 70 80 مليون وتبدا عندك الكرني. انت ما عندكش كرني؟ انا ما عنديش كرني فهمت؟ انا تو باش نحاول نعمل الكرني، صب على روحي صبر، قاعده نصب في 500 واش كل. علاش مادام تعمل في كرني كنام تقصد انت؟ يلزمني كرني كنام. علاش مش كرني العلاج هذاك ما يمشيش جمل ذاك. في الزرع وفي الحاجات الخطيرة ما يمشيش بكل. هذاك عبارة ورقة بيضة ما يصلح بشيء. مادام نحكيو على الكرني الأصفر بتاع التعريفة المنخفضة. عندي كرني أصفر ما يمشيش. شنو معناه ما يمشيش؟ جيت نرقد بيه في السبيطار كاو ما يعملش عملية. شكون قالك الكلام هذا؟ طبة قال لك نعم تمشي. معناها أنت توا بروشينمون باش تولي تعمل كرني كنام؟ باش نعمل كرني كنام، وأنا عندي راجلي كان ياخذ من قبل، باش نولي نصب عليه هو، فما شكون يرحم والدي يعاوني، باش نصب عليه باسمه هو، باش يكون عندنا الأقدمية في الكنام، فهمت كيفاه؟ صبروا 560 ألف كل تريميستر، وهنا بالدويات ما خلطتش باش نلم الفلوس، ما خلطتش باش نعمل حتى شيء، ما خلطتش باش نعمل حتى شيء، ما عادش نخدم، بطلت، البارح بركة أنا وهي ماضي ساعة في السبيطار، حاشاك البول نتاعها ولد خضرك الحشيش، ما تعرفش أنا حالة جاية وجاية نزل السبيطار، في أي وقت أنا باب سعدون الجمعة اللي فاتت عدينا 3 أيام وإحنا ماشيين جايين على باب سعدون، في أي حالة جاية وجاية نزل السبيطار نمشي نجري. نرقد بالشهر ونص بالشهر، تعبت باش نكذب عليك، تعبت بالكذب. ايا باش تاخذ كبده من عندك انت، يلزمها ترقد في السبيطار وتعمل شويه تحاليل يتكلفوا ب 70 مليون. قلت لي الكرني نتاعك تعريفه منخفضه، قالوا لك ما يخدمش. ما يخدمش. هذيك ما عندي من عمري، جست نعدي بيه في المستوصف في حاجات اخرى. اما باش نعمل بيه عمليه كبيره كيما هكا لا. والعمليه هذي قال لك تعمل يا في المسير يا في فرنسا، 500 مليون. انا ماذا بين نعملها هون يا برخص سوام، ومدام الطبه نتاعنا نثق فيها برشا
ونكرمهم برشا جماعة مونتي سليم كلهم، وطب تتوازى كل نكرمهم انا يا سيرفيس بارك الله عليهم بالحق قايمين بواجبهم عبل استعجالي بمساعدون كلهم قايمين بواجبهم. انا على مريتا انا ما يهمنيش العباد اخرين، امانة على مريض قايمين بواجبهم اكثر من واجبهم. مع آية مع آية ومع أي مريض آخر، أنا اللي ريتو أنا قايمين مع آية وبي صغير آخر. أنت توا مشكلتك فيش مدام في 70 مليون؟ إذا مشكلتي في المصاريف، في المصاريف وماذا بيا وزير الصحة يرجع لنا زرع الكبدة خاطر وقفوا على الكورونا، ماذا بيا يرجعوا ينقذوا بنتي في أقرب وقت. في حال أنت سي بون حضرت الفلوس نتاعك، وقتاش تنجم تعمل عملية الآية؟ يعني قلت لك ماذا بيا وزير الصحة يعاونني يعاوني وينقذ لي بنتي، ماذا بيا في اقرب وقت، ماذا بيا ما ياجلوهاش، خاطر ساعات يقولوا لي حالتها تنجم تتاجل خاطر يشوفوها تتنفس ولاباس، اما انا ما نحبش في لحظه بنتي تمشي فيها، ما دام هي تسحق زرع كبده ازرعوها لها يا خويا، علاش تسلوا بيا؟ علاش خلوا فيها تاجلوا فيها؟ قالوا لك السيرفيس نتاع زرع الكبد متعطل شويه؟ قالوا لي متعطل على الكورونا، وقفوا زرعنا على خاطر الكورونا. وانا ما عليه ما عليه يحكي كورونا تقعد 100 سنه نقعدوا احنا 100 سنه واقفين، يلزمنا نتقدموا في العلم ديجا تقدموا بارك الله عليهم بارك الله علينا في كل شيء، راه توينسا عندنا مخاخ بارك الله علينا في كل شيء، عليه احنا كي قوموا بالعناية الكاملة ويزرعوا لها هي وغيرها، عليه يوقفوا بها. شنو التقلقات اللي تصير الآية؟ هي بون سخانة ما تطلعليش، الحمد لله ذيك الحاجة اللي صار لها نزيف مرتين وصار لها في الدار، اما مش برشا علاش انا ما شفتهاش خاطر حاولت انا نسعفها نعملها في فيتامين كا. قديش عندك وانت تعالج في ايا؟ 10 سنين من اللي عمرها 20 يوم، من اللي عمرها 20 يوم وانا من سبيطار لسبيطار، وعملت لها تحاليل جينيتيك مرتين، المره الاولى قالوا لي ما عندها حتى شيء، ما عرفوش شنو معناها مريضه اما ما عرفوش شنو المرض نتاعها، اما 2016 لا اله الا الله محمد رسول الله في 2020 في 2020 عاودوا بعثوا للجينيات نتاعها لقاو مرض اسمه كيف دوس، هي الحالة الثالثة في العالم، يعني حتى دواء ما عندوش دواء باش يخدموا على ثلاثة من الناس دواء، فهمت؟ قالوا لي حاجة بركة تعمل عملية ترتاح ترجع كما كنت، إيجا إي بنتي. أنت مستعدة تعطي من الكبدة نتاعك؟ جي انا بنتي كيف ما نعطيش حتى واحد اخر نعطيه، انا انسان اخر يبدا مستحق وانا عندي نعطيه نعاون، سي ما عنديش نعاون بالفلوس نعاون بالقدره، ريت يطلبوا مني عين هو يراوي نرى ما يسالش، حتى عبد مش ولدي مش بنتي، المهم كل انسان يعيش باش انسان باش ليه باش احنا علاش خلقنا ربي سبحانه ورسوله اش قال لك؟ قال لك الرحمه، ارحم في الارض يرحمكم من في السماء، احنا كيف نرحموش بعضنا؟ علاش مش من قبل مدام فكرت في العمليه هذه؟ تو 2020 المرض تطور 2020 في جان في 2020 قدنا في السبيطار، من جان في 2020 حالتها تعكرت برشا، هي من قبل مريضه اما قال لك تنجم تعيش بها كيكا وتنجم المرض يتطور على حسب كلام الطب، قالوا لي نجم المرض يتطور وتنجم تعيش بها كيكا عيطها الكل وتنجم ترتاح، احنا 2020 المرض تطور بنتي شدت توجيع وكريز وزع للسبيطار، لقينا الكبدة ما عادش تخدم هبطت ل 65%، صفورية زادت صفرة برشا بنتي، صفورية في عينيها وفي وجهها لا كانت روز وجهها ما كانتش هكاكا بنتي كانت بيضة روز، المرض تطور أكثر صدقني حتى صوتي ما عادش نجم نحكي والله تعبت، راني ريتي دمعة جفت من عيني ما عادش نجم نبكي، كان عندها الحكاك تو عندها عامة حالة الحكاك 9 سنين بيت ما نرقدش في الليل تنحى وجهها تبدا تحك من راسها لساقيها بالكبدة، تو عندها عام تنحى الحكاية كومبليتمون، أما المرض تطور صدقني تعبت 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 ما عادش عندي جهد. كيفاش تأمن في مصروفك اليومي؟ والله قلت لك كنت نخدم في الخياطة تو بطلت الخياطة، عندي جماعة الله يرحم والديك والديهم نمشي نطيب لهم نعمل ميناج، أنا ما يقلقنيش الخدمة مصروفي ندبروا حتى كلمت بابس، المهم بنتي لاباس، المهم الصحة لاباس، أنا المصروف مانيش نلوج عليه ما عينيش باش ناكل، أعطيني صحة بنتي لاباس هذيك اللي نتمناها من ربي. الحق تعبت ما عادش نجم نتكلم والله، والله لا عاد نجم نتكلم تعبت على الآخر، عاونوني باللي تقدروا، قطرة قطرة يتملي الكاس،
ونعرف التوانسة قلوبهم حنان، ونتمنى من داخل تونس وخارج تونس يعاونوني ويحسوا بي. أنا أختكم وبنتكم، وهذه بنتكم أخذها أخذها، حاولت أخذها من الموت. من أختكم عمل مصاري أخذها بنتي. ما تحرمونيش منها أمان، من أختكم عاونوني عليها، أسمعوا بنتكم، حسوا بي وحسوا بالوجع اللي نتوجع فيه. الله يخليكم ويرحم والديكم.